وختام حلقتنا سلمى رح نحكي فيها عن مشكلة يمكن كتير كبيرة صارت مثل ما بنقول معضلة العصر، والمجتمع الدولي بكامله خلينا نقول عم يشتغل لحتى يحارب هي المشكلة، مشكلة المخدرات من تعاطيها لترويجها لتجار المخدرات يلي مثل ما بنقول غزو العالم بشكل كتير كبير، وهذا الشيء اللي فعلا بيدفعنا رح نخاف على الشباب بشكل كتير كبير يلي ممكن ينجرف وراء المخدرات ونفوت بمشاكل كتير كبيرة. رح نحكي عن هذا الموضوع كيف تعامل القانون السوري مع جريمة المخدرات. هذا الموضوع بالتفصيل رح يجاوبنا على كل أسئلتنا عليه الأستاذ المحامي أحمد النجار. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. صباح النور أكون للمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. يعني بداية خلينا نعرف من حضرتك أكثر، حسب القانون السوري ماذا تشمل جريمة المخدرات أو أركان هذه الجريمة قانونيا؟ نعم. هلا بداية منعرف المخدرات، هي نباتات طبيعية أو مستحضرات كيميائية تم صناعتها تسبب إما النشوة أو الهلوسة أو النوم أو تسكين الآلام أو الإدمان، وتؤدي إلى خلل بالوظائف الحيوية للجسم. أركان جريمة المخدرات: الركن المعنوي القصد، يعني قصد الركن المادي الفعل مثلا الشم أو كذا. أنواع جريمة المخدرات صنف القانون السوري رقم 2 لعام 93 لخمس أنواع من الجرائم، منها الصناعة، منها الزراعة، منها البيع والشراء، منها التعاطي، والموضوع الخامس التعاطي والبيع والشراء والتهريب والنقل، خمس جرائم. الزراعة، جريمة الزراعة هدول صنفوا القانون وحدد لهم لكل وحدة عقوبة معينة. بالنسبة للزراعة شدد القانون السوري فيها لتصل لعقوبة الإعدام. زراعة المواد المخدرة النباتات مثل الأفيون أو القنب الهندي. بالنسبة لجريمة الزراعة مجرد الحصول على البذور أو النباتات تعتبر جريمة حاصلة متحققة كافة أركانها. بالنسبة لجريمة الصناعة تكون عن طريق تغيير النباتات إلى بطريقة كيميائية وإضافة مواد أخرى لها وإنتاج صورة أخرى من هذه المواد. جريمة الصناعة مجرد الحصول على المواد أو الأجهزة اللازمة لذلك تعتبر جريمة قائمة ولو ما تم الاستخراج لسه يعني. تمام. بالنسبة للتعاطي القانون السوري يعني الأحكام عم بتكون من سنتين للثلاثة جريمة التعاطي. التعاطي إذا كان حددت وزارة الصحة جداول للمواد المخدرة، جدول رقم 1 وجدول رقم 2، فإذا كان المتعاطي بيتعاطى من المواد اللي عائدة للجدول رقم 1 تعتبر جريمة حاصلة. أما الجدول رقم 2 اللي بيندرج منه من ضمنه مثلا المواد الطبية النفسية، إذا كان عم ياخذ علاج نفسي أو كذا لا تعتبر جريمة حاصلة، جريمة التعاطي. بالنسبة لجريمة النقل والتهريب، هلا النقل عادة بيكون ضمن حدود الدولة داخل الدولة من محافظة لمحافظة، التهريب بيكون من داخل الدولة لخارج الدولة أو من خارج الدولة لداخل الدولة، في فرق. التجارة الداخلية الأحكام عم تكون لا يقل عن 10 سنين، أما التجارة الخارجية عم توصل للإعدام، عقوبتها تشدد القانون السوري فيها. بالنسبة لجريمة البيع والشراء كمان لا تقل عن 10 سنوات. حتى الشاري ممكن يتعاقب لعشر سنوات؟ نعم. إذا أنه هو إذا بقصد التعاطي أو التجارة، بقصد التعاطي فقط بتوصل للعشر سنين أو لا؟ التعاطي 3 سنين عم يخففوا على 2 سنين يعني. نعم. نعم. طيب خلينا نحكي إمتى يعني يحق وفق القانون السوري استيراد وبيع المواد المخدرة؟ هل حدد القانون رقم 2 لعام 93 قانون مكافحة المخدرات الأشخاص الذين يحق لهم الاستيراد أو التعامل بمواد المخدرة، وهم مؤسسات الدولة التي يدخل في نطاق عملها استخدام المواد المخدرة، أو مديري المصانع الطبية التي يدخل في اختصاصها أيضا استخدام المواد المخدرة،
أو المعاهد والبحوث العلمية التي أيضا يدخل باختصاصها المواد المخدرة. وكل هدول من كل حدا من هاي الجهات بحاجة إلى رخصة تقدم إلى وزير الصحة لأجل الاستيراد أو التصدير. أستاذ، اليوم نسمع كثير عن بعض الصيدليات يلي وبعض الأدوية اللي هي بحاجة مثل ما بنقول لوصفات طبية من قبل الطبيب لحتى يتم مثل ما بنقول إعطاء الدواء. في حال تعامل الصيدلي باستهتار خلينا نقول أو قدم هي الأدوية بدون وصفة طبية، هل يتعامل معه على أساس أنه هو مساعد في ترويج المواد المخدرة أو كيف؟ يطبق القانون رقم 2 لعام 93 على الصيدلي والطبيب في حال كان القصد الاتجار او البيع او الشراء بغير القصد العلاجي. اذا كان المريض هو عم يتعالج فالقانون سمح. الصيدلي ألزم القانون كل 6 شهور يبرز سجل لوزارة الصحة يبين فيه كمية المبيعات اللي عنده المواد المخدرة وكمية وقديش هو مستهلك، يعني مورد لصيدليته، وقديش بأيان عنده بالصيدلية، سجل رسمي وفيه أسماء الأشخاص اللي باعهم بموجب وصفات طبية. هل هذا الشيء نقدر نحصره على جميع الصيدليات أستاذ أحمد؟ اليوم أعداد هائلة من الصيدليات والوصفات الطبية والأدوية المستوردة، كيف يتم آلية التعامل مع الصيدليات بهذا الموضوع؟ هلا قلت لك وزارة الصحة يعني بتراقب عمل، هي عم تبيع مثلا بتراقب عمل الصيدليات وعمل المصانع وعمل مستودعات الأدوية عن طريق سجلات رسمية، وأي شخص بده يجيب يعني وصفة طبية لحتى يقدر ياخذ هذا المستحضر اللي فيه مواد مخدرة من أجل العلاج يوثق اسمه وبياناته كاملة على هذا السجل ويسلم إلى وزارة الصحة تماما. طيب استاذ، خلينا نحكي عن العقوبه حسب الجرم. يعني نحن فندت حضرتك بالبدايه انه في الزراعه لها جريمه، البيع له جريمه، التصنيع له جريمه. خلينا نحكي شوي شو العقوبه حسب كل جريمه من هي الجرائم. هلا الزراعه او الصناعه او التجاره الخارجيه عم تكون العقوبه اعدام. اذا وجدت اسباب مخففه تخفف الى المؤبد بالقضيه، اذا وجدت اقل من المؤبد ما في، اقل شيء مؤبد او 20 سنه يعني. بالنسبه للتعاطي قلت لك يعني اذا كان في يعني وجدت مع المتعاطي مواد مخدره او حشيش حتى عم تكون العقوبه 3 سنوات وخفف الى 2 سنين. بالنسبه للتجاره الداخليه قلت لك عم تكون العقوبه لا يقل عن 10 سنوات، والتجاره الخارجيه لا تقل عن 20 سنه او المؤبد او الاعدام حسب ظروف كل قضيه. استاذ احمد، يعني الفكره ما وقفت عند البالغين. اليوم عم نشوف تحت 18 شباب عم يشاركوا بتجاره وترويج المخدرات مقابل المبالغ الماديه اللي عم تكون مغريه، وفي احيان اخرى مقابل المخدرات كمان. فهون الجريمه بتكون تجاره وتعاطي مع الشباب اللي تحت سن 18. كيف تعمل القانون السوري معهم؟ هلا قلت لك كل من سهل التعاطي وعاقب العقوبه لا يقل عن 10 سنوات. بالنسبه لاي شخص بيعطي مخدرات لشخص قاصر مثلا تحت 18 سنه تشدد القانون معه للمؤبد، يعني العقوبه الضعف. والعقوبه للقاصر كيف بتكون؟ هي ضعف العقوبه. يعني انا مثلا اذا اعطيت لشخص فوق ال 18 سنه مواد مخدره بقصد انه يتعاطاها او بعته مثلا العقوبه 10 سنوات، اما اذا لقاصر تشدد القانون للمؤبد. نعم. يعني بنهايه حديثنا لليوم من المحامي الاستاذ احمد نجار بدنا نتشكرك، وبنتمنى اكيد كل الناس ننشر شوي من الوعي مثل ما بنقول فرح حول هي الآفة الخطيرة اللي عم تهدد مجتمعاتنا، وخصوصا بالظروف الاقتصادية الصعبة. البعض ممكن يلجأ لها كحل، ولكن هي بالنهاية عم تعمل كارثة أكيد فيما بعد.